دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أيها الأخوة، هناك كلمة جميلة أود مشاركتها معكم من سفر إشعياء الإصحاح 45. يتحدث الرب الإله عن كورش في هذه الآية الكتابية عن مسيحه الملك الذي ساعد شعب الرب، والبعض يعتبره رمزا للرب يسوع، ويمكن أن يكون ذلك كلمة خاصة لحياتك. يقول ما يلي: هكذا يقول الرب لمسيحه: لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. دعونا نرى ما معنى هذا. كان الملوك مستعدين للمعركة، ولكن عندما مسح الرب كورش أسقط إلهنا بنفسه حصونهم وفتح الأبواب التي لم يقدر أحد أن يفتحها سابقا ولن يكون أحد قادرا على إغلاقها، والرب وعدنا أيضا بذلك. والآن لنقرأ الآية التالية: أنا أسير قدامك والهضاب أمهده، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصفه. لا يهم أي نوع من القيود أنت مقيد بها أو أي نوع من المشاكل تواجهك وتؤثر عليك، فالسيد الرب سيتقدم أمامك ليتمم عمله، وهذا سوف يتم باسم يسوع. ثم يتابع: وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ، لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. العدد الرابع: لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. هو لم يعرف الرب، ولكن الرب استخدمه بالفعل، إنه كورش في هذه الحالة. فهل يمكنك أن تتخيل ما الذي يفعله الرب للذين يعرفونه؟ إنه يرسلنا إلى المعركة لنتمم عمله، ويصنع معجزات عظيمة ويسدد كل احتياج، ولكن هناك شيء خاطئ بين خدام الرب، لأنهم يقولون أحيانا: ولكن إيماني ليس كافيا. ولكن من قال لك أنك لا تملك الإيمان الكافي بالرب؟ الإيمان الكافي هو أن تصرخ إليه من كل القلب، تماما كما فعل بطرس عندما كان على وشك أن يغرق بعد أن مشى على الماء. أدرك أن الرياح شديدة والبحر هائج، حينها صرخ بطرس: يا رب نجني. فمد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ذلك الإيمان القليل كان كافيا. قليل من الإيمان في حياتك كفيل بأن يمنحك النصر. لا تحتاج أن يكون لديك الكثير والكثير من الإيمان، لأنك ربما لن تكون كذلك في كل مراحل حياتك. أول ابتسامة تعطيها لك كلمة الرب، وأول فهم يأتي إلى قلبك كاف ليرفعك. فادخل حربك باسم يسوع وستخرج منتصرا، لأن الرب يتقدم دائما أمامنا. أخي وأختي، عندما تعمل باسم الرب يسوع لا يمكنك أن تتوقف أو تتراجع. يقول الكتاب المقدس: ولا تقل قدام الملاك إنه سهو، إذا رأيت الطريق الذي ينيره الرب لك اسلك فيه والرب سيعطيك البركة. هل لدي كل ما يلزم؟ نعم. إذن يجب أن تتقدم. بالطبع سيحاول العدو أن يصعب الأمور، فهو ليس غبيا، سيحاول أن يجعلك تستسلم، وكثيرون يستسلمون. لا، أنا لست من هذا النوع الذي يستسلم. أنا من النوع الذي يعمل بالإيمان ولا أنظر إلى الوراء البتة. الرب أعطاني هذه البركة، ولكن ماذا لو لم يكن لدي ما يكفي من الإيمان؟ ولكن يا إخوة، القليل من الإيمان فقط كما كان لدى بطرس عندما قال له يسوع: يا قليل الإيمان. ولكن مع قلة إيمانه كان قادرا على الاستمرار في الخدمة. لذا تابع طريقك وكن منتصرا. ولكن كيف يمكنني أن أزيد إيماني؟ من خلال الاستماع إلى كلمة الرب. مهما تعلمت من الكلمة ينبغي أن يكون كافيا، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. إذا استنار قلبك، إذا لديك ما يلزم لتتقدم وتنتصر باسم الرب يسوع. آمين.
قبل 4 سنوات كنت عائدا من برازيليا، وكان هناك رجل مسن عمره يقارب 90 عاما، وقال: اسمح لي أن أقول لك شيئا، إني محام وما زلت أعمل. فقلت له: هذا رائع. ثم قال الرجل: لماذا لا تعرض نصف المعجزات فقط في برنامج الإيمان؟ سألته لماذا؟ قال: لأنني لا أصدق، فهناك الكثير. قلت: لذلك ينبغي أن نصلي للرب أن يضاعفها. لا لا لا، تسأله أن يضاعفها، ما تعرضه يكفي. أعني أن الرب يصنع أشياء عظيمة. دعونا نتابع إنجيل يوحنا الإصحاح 24:23. أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. 24 أيضا: الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. أحبائي، إن هذا شيء جدي. في الواقع من الخطير جدا عندما يعرف الشخص ما يريده الرب منه لكن لا يطيعه. فمن هو الرب؟ الرب هو الله الخالق، من منحنا الحياة، والذي به وحده نحيا ونتحرك ونوجد. إذن الرب يظهر لنا مشيئته من خلال الكتاب المقدس. هذه هي الطريقة التي يظهر فيها لنا ما يريده. لا يوجد شيء كان آتي إلى هنا وأقوله: قال لي الرب في الصباح الباكر افعل هذا لأنه هذا وذلك، بل في الكلمة المقدسة من خلال العظة. يتكلم إلى 1000 شخص أو 100,000 أو أكثر، وجميعهم يدركون. يتكلم الله لكل شخص بشكل فردي فيفهمون. عندما لا يحب الشخص الرب الإله، لن تعني هذه الكلمة شيئا له، وسيتركها بكل بساطة. ولكن عندما يحب الرب، سيتمسك بتلك الكلمة. الرب يتحدث إلي، وأنا سأتمسك بكل ما قاله لي. في بعض الأحيان، قد تكون صلاة لشخص مريض، أو لشخص محتاج، أو بحاجة لبركة ماسة، ربما لسبب لا يمكنك توقعه. قرأت منذ فترة اختباراً قد حدث منذ زمن، حيث كان الاتحاد السوفيتي ما زال قائماً، وكان هناك رجل مسيحي يسافر على متن القطار، وجلس لوحده في المقصورة بالرغم من أنها تتسع لشخصين، وكان معه كتابه المقدس، ففتحه وبدأ يقرأ في القطار. ثم تعلمون ما الذي حدث؟ أتت الشرطة إلى القطار. الشرطة، الشرطة، افتح الباب. وإن أمسكوا بشخص مع كتابه المقدس سيقع في مشكلة كبيرة. كان حينها الاضطهاد عظيما، وهم كانوا يطرقون الباب ويصرخون. ففكر: ماذا سأفعل؟ وشعر بالإجابة في قلبه بأن يرمي كتابه من النافذة، لكنه كان الكتاب الوحيد لديه. وحينها كان من الصعب العثور على كتاب مقدس، لكنه لم يفكر مرتين بل رمى بالكتاب خارجا. ثم دخل رجال الشرطة وبحثوا فلم يجدوا شيئا وغادروا المكان. وبعد 2 سنوات بكى هذا الشخص كثيرا عندما كان في أحد الاجتماعات. بعد أن أصبحت دولة متحررة، قدم شخص ما اختباره هناك. كان يعمل في السكك الحديدية في توجيه القطارات إلى مسار معين. وذات مرة عندما كان في انتظار عودة القطار حتى يكمل مساره، شعر بشيء في قلبه وقال: يا رب، إذا كنت موجودا حقا أرجوك أعطني أي إشارة. ثم صوت نزل الرد على رأسه، وكان الكتاب المقدس الذي رماه الرجل، وسقط على الأرض بسبب الألم. عندما زال الألم فتح الكتاب المقدس، وهكذا تغيرت حياته. أترون كيف يعمل الرب؟ وهذا الشخص أثبت حقا أنه يحب يسوع. ولكن هل لأن هذا الكتاب المقدس الوحيد الذي أمتلكه ولأني أحب الرب يسوع سوف أذهب إلى السجن؟ لا، هو لم يكن من المفترض أن يذهب إلى السجن، بل الهدف من ذلك أن يرمي الكتاب المقدس.
حتى يسقط على رأس شخص آخر لم يسبق له أن عرف شيئاً عن الكتاب. وعندما سمع هذا الرجل الاختبار قال: أريد أن أقدم شهادتي، أنا الشخص الذي رمى الكتاب المقدس من النافذة، فعلت هذا لأن الرب أمرني. لذلك يا أخوة، عندما يحب الشخص الرب يشعر بإرشاده في قلبه ولا يمكن أن ينساه أبداً، بل على الفور يصلي ويبطل عمل إبليس حتى إن لم يرى أي نتائج. لا، ولكن قد شعرت في قلبي بذلك، وتأكد تماماً أن الرب سيريك في الأبدية كل ما فعلته من أجله. كم من الأشخاص ساعدت، والآن بعضهم لا يمتلكون التعطش لمحضر الرب والحماس لخدمته، على الرغم من أن الفرصة العظيمة تأتي لهم لكنهم يفوتونها. قال الرب يسوع شيئاً في غاية الأهمية: من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. وكأس الماء البارد هنا كلمة تعزية لإنسان آخر. عندما كنت شاباً كان الإنجيل الذي معي صغيراً جداً، وكان الناس يضحكون علي أحياناً. أعني عندما كنت مراهقاً كنت متمسكاً جداً بكلمة الرب، ليس لأني أوزع النبذ والمنشورات، فعندما كنت أركب الحافلة وأجلس بجانب شخص آخر كنت أقرأ بكتابي المقدس. ولا أعلم إن كان يقدر أحد أن يقرأ شيئاً، وأنا متأكد أنهم سيرون ذلك في السماء. لا أعلم إن كان يقدر أحد أن يقرأ شيئاً، لكني متأكد أنهم سيرون ذلك في السماء. كنت أحب أن أقرأ، وهو شعور جيد أن تنقل الكلمة للآخر. هذا أمر في غاية الأهمية. لدي الكثير من الاختبارات الأخرى، ورأيت بركة الرب وتعويضه عندما أكرز بالكلمة. فإن كنت تحب الرب يسوع، ركزوا جيداً، ستستمعون للكلمة وتفعلون ما توصي به. دعونا نلقي نظرة أخرى على هذه الآية في إنجيل يوحنا، لأن هذا خرج من شفتي الرب يسوع وكتب بأيدي الرسل بوحي الروح القدس، ابتداء من العدد 21: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا: ليس الإسخريوطي. يا سيد، ماذا حدث؟ حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم. أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلا. هذا أمر في غاية الأهمية إخوتي. لقد كلمنا يسوع مرتين عن الذي يحبه: الذي عنده وصايا ويحفظها، سيحبه الآب ويسوع وسيظهر له نفسه. ثم يقول يسوع أنه سيأتي مع الآب ويصنع منزلا عنده. إنه أمر بسيط ولم يطلب منا الكثير، بل يريدنا أن نأخذ كلمته التي لا تعطى بمكيال بل بحسب فهمنا، وأن ننقلها للآخرين سواء قبلوا أم لا. فمهمتنا هي نشر كلمة الله. العدد 24: الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. إنه خالق كل شيء، هو الذي خلصنا، خلص البشرية. مؤخراً بدأ إبليس بالعمل على وتيرة سريعة بقدرة كبيرة وقوى هائلة مدمرة. لذا من الضروري لنا نحن أبناء الرب أن نتمم عمله، لأننا إن لم نفعل ذلك فمن سيفعل؟ ولكن إذا قمنا بهذا العمل سنكون بركة عظيمة على الأرض، وسيسكن معنا الآب والابن، مع العلم أنه أينما أذهب سيكون الرب معي، وأعلم أني سأكافأ في الأبدية. وما الذي أنتظره؟ أنا أنتظر أن يعطيني الرب الإله أكثر من ذلك حتى أعطي أكثر باسم يسوع. ثق بذلك، وهذا رائع. دعونا نصلي لنا أبانا. عندما نسمع كلامك ونتعلم من الكتاب المقدس يا رب، كل ما هو مكتوب فيه ونعمل بحسبه، حينها سيتغير العالم أمام أعيننا. نشكرك يا رب من أجل الفرصة التي منحتها لي لأعظ هنا في الكنيسة وفي محطات الراديو وعلى شاشة التلفاز وشبكة الإنترنت.
والآن على الفيسبوك، حيث يستطيع الآلاف من الناس أن يستمعوا للكلمة ويتعلموا من الأشياء التي تعلنها لنا. امنحنا المزيد يا رب. أطلب أن تستخدمني. نريد أن نفعل أكثر وأكثر من أجل اسمك يا رب. اجعل من كل هؤلاء الأشخاص أناساً مباركين ينشرون المحبة والسلام في كل مكان في العالم. امنحهم القوة لينتهروا كل شر. أطلب مسحة خاصة لعبيدك الذين أرسلتهم إلينا اليوم. ضع كلمتك في شفاههم يا رب. في اسم يسوع إني أعلن البركة لهؤلاء الأخوة، وأطلب شفاء للجميع، لكل من يعاني من كل مرض وعلة. اعمل في حياتهم ومن خلالهم. أقدم لك كل شكر وتسبيح وحمد في اسم الرب يسوع. آمين. دعونا ننتقل إلى دراما الحياة الحقيقية. كان وضعي المالي دائماً صعب جداً. حاولت أن أشتري الملابس وأقوم ببيعها، لكن لم أنجح بذلك. فكانتا ابنتي تجلبان لي الطعام. عندما كنا نزورها كنا نرى أنه لا طعام لديها، فنذهب للمتجر ونشتري لها بعض الأطعمة. شعرت كلاير بدعوة لتصبح كفيلة لبرنامج الإيمان، لكنها كانت تتجاهل إشعارات البنك التي كانت تصل إلى بيتها. كانوا دائماً يرسلونها لي عن طريق البريد. كانت تصلني دائماً، وكان زوجي يقول: أنت تأخذين الأشياء لكن لا تدفعين. في بعض الأحيان كنا نذهب إليها لكن لا تكون في المنزل، فنضع لها الطلب في صندوق البريد. عندما تصل الإشعارات كنت أضعها بعيداً. فعلت ذلك لمدة 9 سنوات. وضعي المالي لم يكن جيداً في الواقع. أنا حاولت بيع مستحضرات التجميل ولكن فشلت في ذلك. من يبيع هذا النوع من المنتجات يعرف أنه بحاجة لمبلغ معين قبل كل شيء، وأنا فشلت في بيعها. وكنت أضع الطلبيات باسم شخص آخر لأنه لا يمكنني استخدام اسمي، لأنه لا يوجد لدي بطاقة ائتمان. ذهبت كلاير إلى الاجتماع في كنيسة نعمة الله الدولية. وهكذا ذهبت إلى الكنيسة وطلبت من الرب، لأنني لم أعرف ماذا سأفعل. لم أستطيع بيع شيء، والله أعطاني الجواب وقال لي أن أبدأ بكفالة البرنامج. وحينها قررت أن أفعل ذلك ووضعت اسم شركتي أيضاً، وكان معي فقط 20 ريالاً. وقلت: حسناً، سأستخدم هذه 20 للكفالة الآن. أنا لا أملك أي نقود أخرى، لكنني سأبدأ بالكفالة الآن. لم أكن أفكر في أي شيء آخر، وشعرت أن الرب يقول: ابنتي، من الآن فصاعداً لن تبقي ميتة. وهذا ما شعرت أن الرب قاله لي في الكنيسة. وهكذا مع تلك 20 ريالاً أصبحت كفيلة. وذلك عندما بدأت أحقق النجاح. لم يكن لدي شيء عندما غادرت، ولكن عندما وصلت إلى المنزل اتصل المدير بي وقال: أمر لا يصدق، يبدو وضعك هنا قد اختلف. لديك الآن رصيد لإتمام طلبات الشراء. وهكذا بدأت على الفور أشكر الرب. وهكذا بدأت مبيعات كلاير في الازدهار والنمو، حتى أنه لدي خدمة التوصيل الآن. والآن لدي في المنزل مستودعاً تقريباً، ومنتجاتي تعرض في صالون تجميل في مدينة كولومبو. مرت 10 سنوات حتى الآن منذ أن دعيت لأصبح كفيلة، لكن منذ 6 أشهر التزمت بالكفالة. والآن الشكر للرب، يعمل 3 أشخاص معي. إن أردت أن أصف بالكلمات ما فعله الله معي خلال 6 أشهر سيكون كثيراً حقاً. لم يكن لدي شيء على الإطلاق عندما بدأت. اليوم 3 أشخاص يعملون معي. أصبحت حياتي المالية متطورة بشكل لا يصدق. أشعر، كيف أستطيع أن أقولها، أشعر بالسعادة. واليوم إن احتاجت إحدى بناتي المال يمكنني إقراضها. لقد أعطيت بعض المال لابنتي، ويمكنها أن تخبركم بهذا. إنها بخير الآن، هي تقول ذلك، لكن أيضاً يمكننا ملاحظة هذا. إنها بائعة جيدة وتستمتع بهذا العمل وتجني أرباحاً جيدة من خلال بيع المنتجات. أشكر الرب من أجل هذا العمل العظيم في حياتها. وأشكر الرب، أنا لم أبقى ميتة. أخوتي، المجد للرب. لننتقل الآن إلى فقرة السؤال والجواب. دكتور
دكتور سواريز، لماذا بعض المسيحيين لا يشفون إلا عندما يصلي لهم القس؟ لا لا، الرب يشفي بطرق مختلفة. يشفي من خلال الإيمان، ويشفي من خلال الطقس أحياناً، يشفي بالحب والتفاهم، يشفي عن طريق الطب. الآن هنا لدينا الإيمان، وعندما يتعلق الأمر بالإيمان هناك موهبة الشفاء، موهبة التضرع والصلاة، وبالطبع هكذا تعمل قوة الله. أحد الأيام كنت أعظ في بلدة ريفية في ولاية ريو دي جانيرو عام 1974، شيء من هذا القبيل. عملت هناك لبعض الوقت، كنت أعظ، وكان هناك رجل لا يريد والدة زوجته أن تذهب إلى الاجتماع الذي كان يعقد كل يوم السبت، وكان المكان مزدحماً بالناس. وقال لوالدة زوجته: انظري، إذا ذهبت هناك سوف أضربك بالصوت. لكن تلك السيدة أتت بشكل سري، وكان يقود سيارته، فعبر من أمام الكنيسة وبدأ يبحث عنها، ثم ركن سيارته جانباً وخرج ووقف، ثم وعظت وانتهيت. غادر من هناك، وصل إلى المنزل بعد عدة دقائق. أتت والدة زوجته، قال لها بطريقة هادئة: هل ذهبت إلى اجتماع ذلك الرجل؟ قالت: لن أكذب عليك، نعم ذهبت. هل تعلمون ماذا قال؟ أنت ذهبت إلى مكان مريح. أتذكرين الطفح الجلدي الذي كان لدي؟ ثم نزع قميصه وأراهم المكان المصاب. انظروا، لقد شفيت هنا، بقيت في الشارع فقط. كان يقول الخادم: الرب عظيم. أقول: لا، ليس عظيم. الرب يشفي، فأقول: لا، لا يشفي. لكنه شفاه، إنها قوة الرب. إلهنا رائع يا أخوة. ننتقل إلى فقرة افتح قلبك. دكتور سواريز، أنا حقا في حاجة إلى توضيح حول الصيام، لأنني لا أرضى أن أفعل شيئا لست متأكدة من صحته. لقد درست بعض الآيات من الكتاب المقدس حول هذا الموضوع، على سبيل المثال سفر دانيال، وكذلك صيام يسوع 40 يوماً و40 ليلة. سؤالي هو: ما هو الغرض من الصيام؟ وما هي فوائده؟ وكيف يمكن للشخص أن يعرف نوع الصيام المناسب لكل نوع من التجارب؟ لأنها كثيرة جداً. دكتور سواريز، أنا حقاً بحاجة إلى التوضيح، أرجوك ساعدني. أنصحك أن تنظري للتوضيح في الكتاب المقدس، لأن الكلمة تقول: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. ينطبق هذا على كل أمور حياتك. حسناً، سوف أتحدث باختصار. جاءوا إلى يسوع وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيراً ويقدمون طلبات، وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضاً؟ وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون. فقال لهم: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. طالما أن الرب يستخدمني فكل شيء رائع وعظيم، وحينما يكلمني في صلاتي فأنا لست مطالبا بالصيام. لكن إن كان الجسد متعبا ويشعر بالضعف فهو الوقت المثالي للصوم. لماذا؟ لكسر الجسد وقمعه. بالطبع كثير من الناس سيقولون: لنبدأ بالصوم الآن يا أخوة. ولكن ربما كان الشخص مصابا بالسكري مثلا، هذا يعني أنه يجب أن يأكل من وقت لآخر، وإلا نسبة السكر في الدم ستكون منخفضة. الرب لا يطلب من أي شخص أن يقدم التضحية، الرب لا يريد هذا. عندما يريد الرب القيام بأي عمل هو فقط يفعله، وعلينا الاستمرار في حياتنا بشكل طبيعي. على سبيل المثال، الزوجين في هذه الحالة يجب أن يتكرسا، وأنا أعتقد أن تفسير ذلك يستحق العناء. يجب أن يتكرسا ويتفرغا للصوم والصلاة، ثم يجتمعا معا حتى لا يجربهما الشيطان. كما ترون، فالعلاقة الزوجية ليست خاطئة البتة، ولكن يجب على الناس إعطاء هذا الموضوع اهتماماً أكبر، لأنه أحياناً يعتقد البعض أنهم يعيشون في السماء. لكن لا، نحن ما زلنا على الأرض، ففي السماء لا يزوجون ولا يتزوجون، لكن هنا على الأرض كل رجل لديه امرأته وعليه مسؤوليات يجب القيام بها. أعلم أني انتقلت إلى موضوع آخر، لكن لأوضح الصورة بشكل أصح. يبارككم الرب. دعونا نصلي الآن من أجل جميع الذين في منازلهم ومن أجل الحاضرين هنا. أبانا، آتي أمامك الآن
من أجل كل شخص يمر في ضيقة ومحنة. أولئك الذين يحتاجون لمعجزة لكي تتم في حياتهم. أعلم يا إلهي أنك أنت الإله القادر وأنت العظيم أبانا. بسلطان الذي أعطيتني أقيد كل عمل شيطاني في حياتهم، وأنا أمر الشرير أن يذهب بعيداً وليخرج ولا يعود أبداً في اسم الرب يسوع، له وحده الشكر. آمين.